لهذا قررنا انه نديروا جوج ديال الاستمارات. استماره اللي هي فيها بعض المعطيات اللي ما تمكنناش نعرفوها من خلال عينه وحده. خصنا بالضروره ندوزو نشوفو كلشي. مثلا الوفيات، سول على شفتي فوقاش مات، شفتي ولد فوقاش مزيان، فوقاش مات، فوقاش القضايا ديال الولادات، فوقاش تواد، شكون اللي تولد وشكون مات وشكون اللي كذا. كذلك بعض المعطيات على الهجره، كذلك واحد العدد ديال المعطيات اللي ما تيمكنش يشوفها الانسان باللي عندها سكون ابل دي دوني راه تيقولوا قلال قلال. الا مشينا حتى درناهم غير في واحد الظرف ديال شي عينه، الا بغينا نمشي للدواء ولا الحومه في البلاد ما نلقاو داك الشيء ثقيل. الاستمارات اللي هي قليله اللي هي خفيفه من الناحيه ديال العدد ديال الاسئله غادي تكون لجميع المغاربه، جميع ماشي المغاربه، جميع السكان ديال المملكه، كل الاسر اللي ساكنه في المدن اللي هي كثيره وفيها معطيات كثيره، اللي غادي تكون جميع الجماعات اللي عندها قل من 2000، هذوك اللي عندها قل من 2000 كلها غتمشي مع اللي قل من 2000 غادي تخضع لل كيستيونير بلو، غادي تخضع للاستمارة تقييم فيها جميع الأسئلة. علاش؟ لأنه حيت هذوك أقل من 200 كيخص يوصلوا يكون عندنا معطيات عندهم كثيرة. اللي عندهم سكان أكثر من الجماعة اللي فيها سكان ما عندهمش الناس، ما عندهمش جماعة اللي قل من اللي عندها أكثر، اللي عندها أكثر من 2000، اللي عندها أكثر من 2000 ديال الأسر، هادو غادي ناخذوا منهم 20%، أي كل ربع، كل ربع ديال الأسر واحد غادي ياخذ، كلهم غادي يكون عندهم الاستمارة الصغيرة، والخامس غادي يكون عندهم. شكون اللي تيختار هذا الخامس؟ تختاروا المدن المعلوماتيه اللي مندمجه في اللوحه ديال الباحث. شي هو اللي تيختار؟ تتخرجوا كل مره كل ربع اربعه خمسه، وماشي بالضروره متابعين، ماشي بالضروره متابعين، بحيث تيكون عندنا 20% اللي جاوبوا كيفيه مستفيضه على الاستثمار التقييم. غادي تقول لي يمكن علاش 20%؟ يمكن درنا باش نكونوا متيقنين بانه غادي تكون عندنا المعطيات كامله على مستوى القريه، على مستوى الدوار، على مستوى المدينه بطبيعه الحال، ولكن حتى على مستوى الحومه. درنا خدينا الاحصاء اللي داز وطبقنا عليه هذه الطريقه، واستعنا بطبيعه الحال الاختصاصيين ديال اللي عندنا في المغربيه ديال العينات، وباش نتيقنوا جبنا واحد اختصاصي امريكي اللي اختصاص ديالو هو العينات، ودار جوج تجربه على الاحصاء اللي داز، وثبت بالفعل اننا عندنا نفس النتائج عن طريق إذن هذه عملية انتهت. هاد الاستمارات كذلك تم الرقمنة ديالهم وإدماجهم
في النظام المعلوماتي اللي غادي يكون مدموج اللي مدموجين في ذاك اللوحه اللي غادي يكون الان هذه عمليه كذلك انتهت. خلنا هذاك اللي غادي يمشي يحصي تيخصو يكون عنده واحد المحل اللي غادي يحصي اللي غادي يكون مكلف بالاحصاء فيه انه يكون محدد محدد بكيفيه دقيقه اللي باينه له اللوحه اللي غادي يكون تيستعمل كيفيه دقيقه من الناحيه ديال الحدود ديالو ولكن كيفيه دقيقه ايضا لانه فيه تيشوف فيه في اللوحه ديالو ذاك المقاطعة ديال الإحصاء اللي غادي يشتغل فيها تيشوف فيها جميع الخصائص الجغرافية ديال هذه المنطقة وديال ولا غيرها كذلك جميع البنايات جميع الأنشطة الاقتصادية من 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 من, من, من السوق ولا ولا ولا, ولا ولا بائع ديال شي حاجه ولا معمل ولا الى اخره، هادشي كله تيكون موجود. كيف غادي نعطيو هذا يكون عنده هادشي كله؟ هي عن طريق العمليه الخرائط اللي قمنا بها واللي هي تبنات على اساس واحد النموذج معلوماتي متلقي واللي جعل انه الان راه 12000 ديال الناس في منتشره في المغرب كامل خالدة تتكمل العملية ديال هاد المسح الجغرافي ديال المغرب واللي كيتحدد على أساسه هاد المقاطعات الإحصائية. كما أننا استغلينا هاد العملية اللي هي ضرورية للإحصاء باش درنا واحد المسح جميع الأنشطة اللي كاينة في الساحة الوطنية. جميع الأنشطة الاقتصادية، الاجتماعية، التجارية، كيف ما بغات تكون النوع ديالها، تنحددوها في الخريطة، وتنصدوا لها، يعني ولا جيولوكاليز، بحيث غادي يكون متوفرة عندنا إن شاء الله على المغرب، متوفرة واحد الأرضية واسعة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لا على مستوى الجماعات ولا على المستوى الوطني الكل موجود ومرتمان وكان ومحدد شنو الناتج شنو الأنشطة وشنو مستوى ديال المعاملات ديالو وشنو العدد ديال العمال اللي تيشتغلوا فيه وجميع المعطيات اللي تتمكن من بعد تكون واحد الارضيه باش نعرفوا البلاد ديالنا كيف الانشطه فيها ولا على مستوى الجماعات ولا على مستوى الجهه ولا على مستوى الدولة. وهذا الشيء اللي غادي يكون مهم كذلك باش في الدراسات الاقتصاديه اللي غادي تكون لمده ديال واحد 5 سنين ولا 10 سنين عندنا قضيه باش نديروا لي جيشونتيون واضحه وهذا غادي يكون شيء مهم بالنسبه للتخطيط لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الجهوي ولا حتى على الصعيد ديال على الصعيد الجامعات لانه يدخلوا في المرحله ديال التخطيط بصفه عامه وهذا هو الاشياء اللي سيدنا الله ينصرو باغي يكون دور ديال المؤسسه اللي غادي تكون ديال التخطيط في المغرب. إذا كان هذه العملية ديالنا هي الخرائط انتهت ترقم القبائل ولا الاستثمارات تكونت ولقينا الطريقة باش نوصلوا والخرائط انتهت تقريبا وصلنا دابا 92% ديال المساحة ديال البرنامج اللي كان محدد. شنو اللي تيصبح؟ تيصبح التكوين والانتقاء ديال الناس اللي غادي يشاركوا في العمليه شيء حيوي شيء مركزي بالنسبه لجميع العمليات ولهذا بالنسبه لنا اليوم راه شيء اللقاء هذا شيء يعني اللقاء اللي هو عنده واحد الفائده
مهمة جدا اللي تنتمنى على الله أن جميع اللي عنده إمكانية باش يوصل الخبر لكل اللي باغيين يشاركوا في البعثة أنه يوصلوا لهم، وعلى الخصوص جميع الأخوات والإخوة اللي تشتغلوا في الميدان ديال التواصل. تنتمنى أنه يكونوا 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 حاضرين. لهذا الآن اللقاء ديالنا هو باش نتكلموا على هذه المهمة ديال الإحصاء ديال التكوين، ولكن ماشي غير نهضروا عليها من ناحية ديال التكوين كيف غادي يكون، ولكن نشوفوا حتى كيفية كيف غادي نديروا باش ننتقلوا هذوك الناس اللي غادي يكونوا مترشحين واللي خصنا ننتقيوهم باش يتكونوا، يمكنناش يتكونوا جميع اللي بغى، كيخص واحد الطريقه. اذا التكوين غادي يكون ان شاء الله كذلك عن بعد، وكذلك غادي يستعمل المنصات المعلوماتيه باش يمكن اللي بغاو واللي غادي يكونوا باغيين يشاركوا وباغيين يتكونوا تنقلهم يتسجلوا ويتكونوا عن طريق منصة معلوماتية اللي هي منصة اللي اتفقنا استعملناها ديال لونيفرسيتي محمد السادس بوليتكنيك. هذه اتفقنا عليها لأنه هذه لونيفرسيتي هي كيف تعرفوها من الجامعات المتقدمة في بلادنا، الحمد لله عندها امكانيات كثيره وعندها تجربه في هذا الميدان ديال التكوين عن بعد، واللي حنا صوبنا من طريقنا جميع ما تيهم الرقمنه ديال الاستماره وديال الكيفيه باش خصها تكون مقدمه للناس اللي غادي يشاركوا، والجامعه لونيفرسيتي عطات جميع التجربه ديالها في الميدان البيداغوجي وفي الميدان ديال التنظيم ديال التكوين وفي الميدان ديال التقييم ديال المسار ديال الفرد اللي تيتكون باش يمكننا نعرفوا كيف غادي. اذا هذه المنصه الان هذه المنصه ديال التكوين احنا في طريق ونجا انجازها، ولكن انجزنا دابا غادي ننسى ديال التسجيل من اجل تنتمنى على الله معكم انكم تكونوا حتى انتم حاضرين معنا في مارس بحيث نتعرفوا في العمليه ديال التكوين اننا ندير ونشاركوا كاملين في العرض اللي غادي يكون ديال التكوين في المحتوى ديالو في الطريقه ديالو من الاول حتى الاخر. الان اليوم غادي نتكلموا كثير شيء على الطريقه ديال التسجيل. الطريقه الحاله تيمكن له يتسجل الا اللي عنده الحق يشارك، واللي شكون اللي عنده الحق يشارك في الاحصاء محدد من طرف مرسوم، خصو يكون عنده 20 سنه راقب جيد راقبتها في الوحده، يكون عنده واحد الخصائص معينه على المخرجه واللي غادي تتاكد من بعد، و هذه المنصه هذه غادي تفتح من الان، غادي تفتح دابا في 6 فبراير راه تفتحت دابا اليوم هي 7 وغتبقى حتى 7 ديال اليوم، مازال غتبقى 27 في فبراير، ومن بعد غادي تبدا العمل ديال التكوين اللي غادي ينتقل من مارس حتى مايو. التكوين دونك انا قلت بانه تيتفتح التكوين لجميع المغاربه اللي تقلوا اعمارهم 20 سنه في 1 يناير، يكونوا خريجي معاهد الجامعات او طالبات او طلاب لديهم مستوى تعليمي لا يقل عن بكالوريا زائد 2 ديال السنوات، او موظفين او متقاعدين من الادارات العموميه،
وسيكون المرشحون الراغبون في المشاركة في هذه العملية مدعوين لتسجيل ومن الاستمارة الإلكترونية عبر البوابة المخصصة اللي قلت لكم في ذلك الاتصال اللي كاين. وخاصة التسجيل غادي تفتح اعتبارا من اليوم حتى 27 فبراير. الانتقاء الأولي غادي يكون من اللي غادي تسجل كامل غادي خصنا النموذج أو البرنامج الإلكتروني اللي مديور أو المعلومات اللي مديور هو اللي تيخصنا. غادي يكون تدخل في الاختيار ديال حتى شي ليك خارج البرنامج باش ما يكون داك الشيء أولا يكون واضح موضوعي وثانيا يكون فيه لا تراسابيليتي بحيث كل واحد في صفاته يشوف شنو كيف تتكون وكيف تسجل وكيف تسجل وشنو اللي تعطى وشنو هو اللي شنو هو من بعد غادي تنتقى لانه عندنا واحد الحدود اللي هي حدود ديال القدره ديال البرنامج لاعلام المعلومات باش ما يتلاشى الثقل ديال غادي خصنا باش نوصلوا 55000 ديال المشاركين اللي غادي خصنا تشاركوا من باحثين وراقبين المشرفين هادو ثلاثة ديال الفئات كلهم غادي خصنا نختاروا في آخر المطاف 55000 منين غادي يجيو 55000 من 200000 اللي غادي يكونوا تقبلوا باش يتكونوا وباش يدخلوا من المنصة ديال التكوين من المنصة ديال الانتقاء إلى منصة المعايير باش غادي تختاروا هما داخل أن هم يدوزوا ذاك واحد المعطيات اللي عطاو تكون تتمكن أنهم عندهم تكوين وعندهم الفائدة ديالهم. هذا التكوين هذا مهم جدا لأنه خص الهدف اللي غادي يشارك الإحصاء يكون عنده إلمان بالمصطلحات والمفاهيم اللي هي أسس ديال الاستمرار ديموغرافية اقتصادية اجتماعية سلوك واحد عدد ديال الأشياء لأنه غادي يشيل الديور ديال الناس غادي يدخل الديور ديال الناس. إذا كاين واحد العدد ديال المقاييس اللي غادي تبسطوا واللي غادي تمكنوا باش ناخذوا داك 200000 اللي غادي يكونوا غادي تكونوا غادي تقول لي غادي تكونوا من بعد باش ناخذوا 25 بالفعل لأنه ضروري أنه يكونوا دوزوا بنجاح داك استجبوا بنجاح جميع المعايير اللي هي محددة بحال قلت لكم لأنه شيء مهم جدا هاد العنصر اللي غادي يجي لعندو يدخلوا لعندو المغاربة والأجانب اللي هما ساكنين في المغرب ولكن في نفس الوقت غادي يكونوا استفدوا لأنه غادي يكونوا يتعلموا واحد العدد المفاهيم والمصطلحات اللي ما عمرهم داروها في القرية على الديموغرافية على القضايا ديال التنمية البشرية على القضايا ديال التشغيل على القضايا ديال الهجرة على القضايا ديال كل الأشياء اللي هي كاينة في الاستمارة غادي تكون فيها التكوين النظري والتكوين التدريبي على اللوحة الإلكترونية اللي غادي نستعملوها وبالتالي غادي يكون تدريبهم كذلك من ناحية ديال الضبط والتحكم في استعمال الأدوات الإلكترونية. إذن غادي يكون عندهم واحد التكوين اللي غادي يعطيهم واحد الميزة في السوق الشغل واخا ما يدوزوش للإحصاء تيبقى عندهم هذا التكوين ولا غتعطى عليهم تعطى لهم عليهم واحد الشهادة بأنهم دوزوا واستفدوا من التكوين المعرفي وهذا شيء راه عندي اختي هو المهم الناس اللي تخدموا من بعد
55 ألف تقريبا اللي غادي تخدم تيمشيو للأخير تكوين الفندق. هاي قبل ما نبداو العملية تيتخداو تيحضرو الجهات في العمالات اللي هي غادي يشتغلوا فيها العمالات، وغادي تكونوا واحد التكوين حضوري، وغادي توقع التعيين ديالهم كل واحد في المنطقة فاش غادي يشتغل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.